سير سير كلمة في حق المرحوم. هي أخت الزوجة ديالك يعني البركة البركة في راسكم. من يعني من الصعب الواحد يتحدث على واحد في قامة من القامات ديال الإبداع المغربي في حجم توريا جبران. توريا جبران كما عرف المغاربة أيقونة في المسرح المغربي والإبداع المغربي، ولكن هي أيضا السعدية قريطف اسمها المدون في كل ناشي الحالة المدنية. امرأة مغربية بطقت من أصول يعني محافظة تنتمي إلى ولاد حدو أبناء الدار البيضاء الدوار ديال ولاد مالك، هذا الدوار الذي أعطى أشياء كثيرة، وكتبقى هي يعني المرأة التي خدمت المسرح سكنها المسرح واختارت أن تخدم وطنها من خلال المسرح. الفنانة والمبدعة وأيضا الوزير السابق صاحب الجلالة عندما اختارها وزيرة للشباب والرياضة كان في ذلك تكريم للفن والإبداع في المغرب، وكانت وزيرة خدمة الرفاق ديالها، والإنجازات ديالها كانت واضحة في الفترة اللي قضاتها. توريا يعني نادرا ما يجود الزمان بمثل هذه. وتوريا جبران من مواليد 1952، هي ولدت في فترة كان فيها واحد كان فيها المغرب يعيش واحد الحركة وعيش فيها واحد النهضة وعيش فيها الاختطاف ديالها، وتألقت تألق بعد الاختطاف، وتألق الاختطاف وزادها همة وزادها حماس وزادها. هي في سنة 1970 انطلقت في المسرح، ولكن كيف كان المغرب في السبعينيات؟ كانت المجموعات ناس الغيوان وتقادة وجيل جلالة وغيرهم، والمسرح شاعل شاعل ديال المسرح. ثم كان المنتخب الوطني المغربي اللي كيحقق الإنجاز ويتأهل إلى سنة 1970 في المكسيك، كيف كان الإبداع في المغرب؟ ثم كانت هي الأعمال التي قدمت والتي شاركت مع مجموعة من أجيال ديال المسرحيين، وهي اللي بلغت اشتغلت مع اشتغلت مع الـ مع المسرح المعمورة مع الفرقة ديال المعمورة، ثم اشتغلت مع الطيب الصديقي ومع الطيب الصديقي الفنانين المتحدين، واحد الفنانين المتحدين اشتغلت يعني مع الخلفي مع واحد العدد ديال الكبار. وكانت تحمل هم الفنانين هم عربي ومغاربي من خلال المسرح، كانت تؤمن إيمانا جازفا على أن بالمسرح وبكل الإبداع يمكن أن نخدم القضايا المغاربية بواسطة المسرح والإبداع، يمكن أن نحارب التخلف، أن نقاوم التخلف، نقاوم الأمية، نقاوم مجموعة ديال الأشياء. هذه الفنانة اللي كانت تظهر بسيطة في الشارع ولكن عملاقة في الخشبة، لأن الخشبة هو التيران ديالها، الخشبة هو مكانها، سكن المسرح وسكنت المسرح، الله يرحمها ويوسع عليها. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.